يسعد لي صباحكم، اهلا وسهلا فيكم باكلتنا الجديده صباح فتوش معكم اليوم. بتمنى انكم تكونوا بخير وبصحه جيده جميعا ان شاء الله. هاي الشارع عنا بلشت العالم تطلع هلا، بس بساعات معينه سمحولنا انه نطلع حسب يعني حسب كل الاعمار. وهي شوفوا لي هالشجرة الصغيرة الحلوة هاي اللي معباية زهر هلا، شو هي كرمنتينا هي شايفين، رغم انه فيها كرمنتينا وشي صغير وشي كبير ومعباية زهر ما شاء الله. وي كالعادة يعني الوردات هي ما في مجال، يعني اذا بدي ارجيكم عندي شغلة لازم ارجيكم الوردات. هاي شوي لولا شكرية، شايفين هذيك اللون وأي لون تاني، شو محلاها ما شاء الله. وهي وردة اللي فتحت المبارح، فتحت لكم أحلى اللون هذا اللي بشهي، والله ما بعرف أنصل يمكن هذا قريب من الأنصل، أنصل أكيد. وراح أعملكم بابا غنوش، وهي أول شغلة، هدول البتنجانات لهم كم يوم عندي الحقيقة، وشو بدي أسوي فيهم؟ هلا راح أسويهم بابا غنوش. عندي هلا مسخنه، مع انه عم ساوي اكل بالفرن قلت رح استغل الفرصه واعمل احط البتنجانات، فراح احطهم هلا على يعني قوي على الاخر واحطهم. بما انه بينزل مي كثير البتنجان فانا راح احطهم، حطيتهم شايفين على هلا على ورق قصب شايفينها، بس بعمل لهم فتحه مشان المي اللي بتنزل منه شايفين ما اشتغل كتير. كب ورقة القصب وتوكلنا على الله. هي مشان ما تشتغلوا كتير يعني. وهي هلا بالفرن حطيتهم على اعلى حرارة عندكم موجودة. شوفوا حبيت ارجيكم هالقوامش شلون ضبضبت ورعدت ونزلت المطر وشايفين، الله يبعث الخير. قلت ارجيكم اياها هيك شوي وهي المطر ما شاء الله نازلة. هاي حطيتهم هلا شي 25 دقيقة يعني، طبعا حسب الفرن اللي عندكم، هيك الواحد عنده في عالم عندهم فرن اقل، انا حطيته على المروحة، في فرن اقوى من فرن يعني، المهم انا حطيته هلا 25 دقيقة لنشوف هلا. نحن حنقيم هلا هاي ونشوفها القشرة شلون رح يا سلام. ايه ها هي بهالطريقة هي ها ها عم تتقشر هيك مثل ما شايفين ها. يا سلام لا شايفينها متى ما كانت مشوية منيح بتتقشر بكل سهولة ها هي ها. طبعا انا مغسلة ايدي قبل ما ادقر باي شيء ها. شوفوا بقى المنظر ها شايفين، نحطها هاي خلصنا هون تقشير. شوفوا هذا النظافة قطافة هيك فجأة، بس استنوا لأرجيكم هلا رح احطهم انا هون مشان يصفوا المي اللي فيهم ها، وبعدين اقطعهم وارجيكم شو رح احط لهم ها. بس اهم شيء شوفوا هلا مشان ما نجلي ما نجلي كثير يعني نظافة. شوفوا هلا بقى المي اللي طالعها هلا حقلكم البرنخينة بالاسباني الباذنجان اسمه برنخينة بالاسباني الباذنجان، يعني للي بيحب يتعلم كلمات جديدة يعني. هلا حنكبه ونرجيكم شو حنحط. كب طبعا كب الميات. هلا شوفوا شو رح احط لهم انا، هي عندي هون فليفلة خضراء وفليفلة حمراء وبصلة ناعمة، هذا من البصل الأحمر يعني حي الله بصل ممكن يعني ما مشكلة، توم شوية لا تكتروا توم، وهي الليمون وهي البقدونس، ما عندي بقدونس يعني أخضر فهذا متلشته أنا. شوفوا المنظر ما أحلى ايه متلش وجاهز ها. رح نحطه هذا اللي ونحط له معلقة طحينة، والطحينة موجودة عنا ها. وهلا رح نرجيكم شو رح نسوي فيهم هدول. هلا رح ناخذهم ونعملهم بهي، ما ضروري شو بيقولوا بالخلاط تنعمي
شايفين؟ هلا بهاي هيك هي حبطت شو اسمه الطاوله. وهي هلا بعد ما يعني بتقدروا تقطعون بالسكينه كمان تقطيعات صغيره ما مشكله. وهي هلا رح نحط هي فليفله خضراء فليفله حمراء وهي بصله وهي التومة وهي البقدونس لنرجيكم البقدونس قطعت. والله منظر ظريف. شو هالمنظر هذا؟ بدي خلي شوي مشان احط على الوش زين فيهم. ها شوفوا ها منظره فرجة شايفين؟ لانه هذا مغسول ومنشف قبل ما قبل ما يتقطع يعني مشان هيك بضل هيك بالطريقه هاي. مو دائما الي خلق نشفه بس هذا نشف مشان هيك. وهي الليمون رح نحط شويه ليمون ما رح اكثر هلا انا بركي مشان ما يطلع. وشويه ملح ها يا سلام بيشهي سلطه. هي سلطه البابا غنوش يعني سلطة البابا غنوش حقيقة يعني بتشهي تشهاية. طبعا في كمان ممكن ما تحطوا لها شيء من الخضرة تسووها بطحينة وبس يعني طحينة وحمض وتوم يعني. على كل حال هي هيك انا رح احط لها كمان معلقة طحينة. بسم الله يا سلام. والله رح احط لها معلقة ثانية نتوكل على الله. ها يعني هي على التوكل يعني ما ضروري الواحد المواد كلها 100% هالقد ولا مو كله بينحط الحقيقة يعني حسب الموجود يعني اللي عندكم. اذا ما موجود عندكم طحينه ما في داعي يعني كمان يعني عرفتوا. هي هلا بعد ما زبطت ملحاتها وحمضاتها منيح هلا رح اقدم لكم اياها. احط لها هيك صحن مرتب وارجيكم اياها. وهي طبقنا جهز لليوم. بقى اني مبسوطه بنعناعاتي هدول من البيت هلا قطفت اول مره فحبيت زين فيهم يعني للنعناعات مثل ما شايفين بشهي منظره. وهي رح نقرب لكم الصحن هيك حتى تبين عليكم. وهي رح نحط هلا الزيت على ذمة بنت اختي الصغيرة. هي الحمضات والهي من احفاد سويناهم على ذمتها. وبنستودعكم وان شاء الله تكون عجبتكم. واللي عجب تعجبه لا تنسونا من اللايك والاشتراك اللي ما مشترك. وبعتذر من الناس اللي بيقولوا لي انه بحكي كثير وقصر يعني انا ارجوهم انه هن يمشوا الفيديو ويشوفوا اللي بدهم اياه يعني. فما بقدر انا بحب الحقيقه الطبخ يعني انا عندي مو بس الطبخ الطبخ يعني والتسلايه بنفس الوقت. وبحب انا احكي مع اللي بحبوني بالطريقه هي. فيعني يلا نستودعكم. الله معكم مع السلامه باكله جديده. وإذا عجبتكم الأكلة لا تنسونا من اللايك والاشتراك اللي ماله مشترك وتفعيل الجرس عشان تصلكم آخر أكلات بسويها. قالوا لي نحط لك لايك قلت لهم يا ريت. قالوا لي حسني الأكلات أكتر من هيك بكتير قلت لهم بطلت ما عاد بدي شي.